المقبل، عارفين ان عمرو وردة. طيب معايا الاستاذ الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب، وانت طيب اهلا. منور قناه الاهلي كلها. الله يخليك، منوره بالكيان. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. يعني طبعا اعتقد مش هنلاقي احسن من راي حضرتك في المدربين المعروضين على منتخب مصر، ونفسنا في مدرب. لسه كنت بقول لأستاذ حسن من شوية، يعني نفسنا في مدرب يقنعنا قبل ما يبقى مدرب اسمه كبير. مدرب مهم يكون يعني هم عارفين أصلا جايبينه ليه عشان يعمل إيه بالظبط. مش الحكاية ما تبقاش مدرب كده بس، مدرب يعني عنده حاجة عايز يعملها، مكلف بيها، يعد فريق، بيجهز فريق، يعمل خطه لاعداد فريق في 2022. لازم يعني يبقى التفكير يبقى كده يعني مش مدرب عشان كاس الامم بس، مدرب عشان بطوله جايه ولا بطولتين جايين. احنا بنعمل حاجه ل4 سنين، بنعمل حاجه مش ل4 سنين بس، بنعمل حاجه ل8 سنين ل10 سنين قدام. يعني كل الدول اللي قدمت فيهم، بلجيكا حتى والمانيا قبل كده، بلجيكا يعني في تقرير منشور على الناس اللي بتلعب النهارده في منتخب بلجيكا، صور ليهم وتقرير ان هم اشبال المستقبل. الكلام ده من 16 سنه، كلهم دلوقتي بيلعبوا في منتخب بلجيكا. احنا بنعمل الحاجات دي ولا ما نعرفهاش يعني؟ لا بصراحه لا، يعني عشان بس لما نعرف الحاجات دي ونفكر فيها ونبقى بنخطط للقدام وعلى اسس علميه وفي كل حاجه متوفره عشان الخطه اللي بتتعمل دي، ازاي نهتم باجيال الناشئين، ازاي ننقي الناشئين دول بعيد عن المحسوبيه والكوسه ومش عارف ابو مين يكلم مين والحاجات دي كلها. لما تتغير صدقني هنبقى كويسين يعني. الحكايه مش حكايه مدرب اجنبي يعني، بعدين المدرب لازم يبقى عنده شخصيه وعنده فكره وعنده فلسفه وعنده رؤية معينة عايز بيعملها، يعني مش مجرد ثاني مد وخلاص يعني. يعني يا فندم احنا بنقول الحاجات دي من زمان جدا. والله من زمان قوي يعني بتقولها من زمان. لكن مفيش جديد برضو للأسف. لا مفيش للأسف، لأن أصل اللي أنا بقوله ده على قد ما هو بسيط يعني، لكن متعب طبعا. أكيد في شغل، أكيد شغل 24 ساعة كل يوم لمدة سنين، بغض النظر مين اللي موجود يعني. إدارة بتكلم إدارة، لكن السياسة محطوطة على أسس علمية وكل واحد بيكمل الدور بتاعه يعني. أنا أسأل حضرتك سؤال أستاذ حسن، يعني بصفة حضرتك ناقد رياضي كبير جدا، يعني هل فعلا كان دايما هيكتور كوبر يقول إيه هي دي الإمكانيات المتاحة قدامي؟ هل فعلا إحنا إمكانياتنا كده؟ بص، فيه كل اللعيبه في العالم، كل مدارس، كل دول عندها امكانيات بدنيه وفنيه وممكن تكون يعني مختلفه عن دول تانية. لكن المدربين والاتحادات بتنمي الحاجات الكويسه وتعالج اوجه القصور بشكل من الاشكال يعني. والحقيقه برضو يعني يمكن انا صوتي زهقان شويه ان انا بتكلم في حاجه تنسيها، مش انا بس طبعا، ناس كتير قوي زمايلنا اتكلمنا سنين طويله اتكلمنا فيها يعني. فيعني مش الاسبان ازاي يعالجوا مشكله الجسم القليل مع عشان لما يجي يلعب مع الالمان الطوال مع الهولنديين يقدر يكسبهم. احنا السرعه دلوقتي سرعه يعني، كاس العالم ده طبعا الحقيقه الواحد بيقول ان السرعه اهم مهاره دلوقتي في الكوره. بتقول الكلام ده من 3 سنين بالظبط. بالظبط، عيب قوي لما يبقى الناس بتاعت الاتحاد او حد خبير او مدرب يجي النهارده يكتشف ان السرعه دي حاجه مهمه. لان لما يبقى صحفي بيقول الكلام ده من 4 5 سنين، المفروض ان الراجل اللي بتشتغل في المجال ده ومتخصصه وده الصناعه بتاعتها وشغلتها لازم يكون عارف معاك السرعه اهم مهاره. معاك مليون في الميه يا كابتن. النهارده هتلاقي كل الفرق اللي عندها لعيبه سريعه زي ستيرلينج النهارده.
الترقيص 7 و8 دي حاجات قديمه قوي. لازم الناس تفهم ده. كل معظم الفرق دلوقتي اللي وصلت للسيمي فاينل او سرعه وقوه بالظبط بتعمل كونتر اتاك، بتعمل هجوم المضاد بالظبط. يعني الحاجات دي والله بديهيات بصراحه، مش محتاجه انك تسالني انا عشان تتقال. المفروض الناس بتاعت الكوره اللي عايشه والصناعه وهي اللي بتديرها تبقى عارفه الكلام. والله يا كابتن انا متاكد واثق مليون في الميه ان كلام حضرتك صح، يعني مليار في الميه مش مليون في الميه. بس طبعا لما حضرتك تقولي الكلام ده تاني لكل الجماهير الاهلاويه تحديدا والجماهير المصريه بتسمعنا دلوقتي اكيد يعني يا رب يتحركوا. لكن انا مع حضرتك دايما، حضرتك قلت حاجه جميله جدا، ما ينفعش انا، هو ينفع طبعا لحضرتك يعني ليك باع طويل في الرياضه المصريه، لكن ينفع، لكن برضو انت بتقول ان ما ينفعش انا اقول كلام المفروض ان هم الاولى ان هم يكونوا عارفينه. زي ما احنا ما حد عادي كان بيعدل على طريقه مستر هيكتور كوبر وكان بينتقده، كنت اقول برضو ما ينفعش ان انا مشاهد عادي ان انا اقول مستر كوبر عنده اخطاء في كذا وكذا وكذا. فيعني انا بضم صوتي طبعا لصوت حضرتك وصوت الملايين. يعني مش هيفوتني ان انا اسال حضرتك عن شكل الدوري الجديد في عيون الاستاذ الكبير حسن مستكين. لا معلش يعني ده مواضيع بقى الحقيقه الواحد بيتكلم فيها كتير قوي يعني. معلش يعني فيعني شكل الدوري مش شكل الدوري بقى يعني تاني هتبتدي الدوري بعد 3 ايام وبتسالني النهارده شكل الدوري ايه؟ يا راجل ده معقوله يعني. يعني انت اول مره تشرفني يا استاذ حسن على هنا على القناه، فانا يهمني رايك قبل ما اي حد يهمه. يعني شكل الدوري زي ما هو السنه اللي فاتت اللي قبليها، شكل الدوري ايه؟ احنا هنخترع هو شكل الدوري ايه بقى؟ 18 فريق وزي ما اتقالوا ويعني الحاجات دي يا جماعه بجد احنا كل سنه نتفاجئ ونعمل ونناقش نعمل العجله ازاي ونخترعها ازاي. مش معقول بجد. ما انا عايز اسمع منك الكلمتين دول على فكره. يا عم الكلمتين بس يا عم انا زهقت بجد كل الكلام ده بقى مش عايز اقول لك يعني بقول بقالي 30 سنه والله والله العظيم عارف بس احنا بيقولوها بقى لها 30 سنه معقوله يعني. أنا عارف وباين على صوتك نقدنا الجميل نقدنا الكبير الأستاذ حسن مستكاوي، شكرا جدا لحضرتك يعني.